فعاليات الدورة الأولى لمهرجان ليالي الموشحات والقدود الحلبية انطلقت بمشاركة نخبة من نجوم حلب. حلب بمنظور السيد الرئيس هي حجر الزاوية في انتصار سوريا العسكري وأيضا في مخططها المستقبلي التنموي، وبالجانب الآخر كان هناك القوى الناعمة التي تتمتع بها حلب هي القدود الحلبية. لذلك ارتأينا أن نؤسس لمهرجانات تخص التراث اللامادي في كل محافظة من المحافظات السورية، وبالتالي كانت القدود الحلبية هي القدوة التي نقتدي بها كي نؤسس لهذا المشروع الوطني الذي سيمتد على كامل الجغرافيا الوطنية. وكما تعلمون باتت القدود راسخة على التراث العالمي بتخطيط دقيق ومتابعة حثيثة من السيدة اسماء الأسد بجهود الأمانة السورية للتنمية التي تكللت بإعلان القدود جزء من التراث العالمي. المهرجان يقدم أمسيتين متتاليتين بقيادة المايسترو معاذ قرقناوي ومجموعة من الفنانين المحافظين على التراث اللامادي لحلب الشهباء. راح أقدم مقام الصبا واللي هو أول مقام في كلمة أو في تصنيف صنع بسحر أو بكلمة صنع بسحر اللي هي اختصار للمقامات السبع. أنا اليوم راح أقدم وصلة موشحات، قلت لما غاب عني وسيبوني أنا. أنا طبعا اخترت مقام العجم اللي هو أقرب مقامات لقلبي، وإن شاء الله هيك راح نقدم شيء مميز اليوم. طبعا من الحفاظ على التراث، طبعا دائما نذكر مزامن تسجيله بلائحة اليونسكو بالأمانة السورية مشكورين. أهمية المهرجان تأتي في ترجمة المقامات الأصيلة المعتمدة عالميا بأصوات حلبية شربت ماءها العذب بعمارهم المختلفة. مشكورة وزارة الإعلام ووزارة الثقافة والتلفزيون السوري، وبتحضر هيك نشاط ترجع لأيام الأصالة، بتعرف إن في ناس هتشتغل لتعيف التراث حي. رغبة بأنه نسمع الأصوات الجميلة والحلوة ونشوف يعني نحيي التراث القديم. حلب بحاجة لإحياء التراث الأغاني العربية خصوصي قدود الحلبية، يعني نحن مشهورين. فعاليات جدا جميلة، أنا كنت غايب فترة عن الوطن وهلأ بعد رجعتي حسيت بشيء كتير غريب، القلب ينبض كتير لما نشوف هاي الفعاليات. لازم دائما حفلات علشان تعوض الأسى والماضي اللي صار. ويحظى المهرجان برعاية من وزارة الإعلام، وتقيمه الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع محافظة حلب. مهرجان يتضمن الموشحات والقدود التي تعبر عن مدينة الطرب والفن الجميل. وليد هنائي، الإخبارية السورية، حلب.